طارق، أعتقد الأخوان ما قصروا، تكلموا في الموضوع كثير، لكن بربط بين بدايتك في الحلقة وبين اللقطات والمشاهد اللي إحنا شفناها. أنت تقول المنافسات والأحداث في الموسم الرياضي السعودي لم تنتهي. العرف والعادة جرت عندنا أنه خلاص بمجرد نهاية آخر مباراة في الدوري أو في الكاس أنه خلاص الأحداث تنتهي. حتى على مستوانا طارق، إحنا في الصحافة الأيام هذه في فترات ماضية كنا نسميها الموسم البيات، على مستوى المواد الصحفية تشوف الجرائد والصحف تقلص الأعداد. صحيح. إحنا الآن لا، نشهد عهد مختلف، يعني في حراك مستمر. حدث البطولة الرمضانية اللي على كأس الهيئة، تصفيات البطولة العربية، أنا أعتقد أنه إشارة واضحة وصريحة أنه المملكة لديها من الإمكانات الشيء الكثير على مستوى الشباب، قادرين أنهم يقدمونه بالفترة القادمة. حتى على مستوى الاستضافات، لما تستضيف بطولتين وحدثين مختلفين في مكان واحد، أنا أعتقد أنه هذه كلها إرهاصات تبشر بالخير، أنه الفترة القادمة المملكة لديها الكثير لتقدمه. الرجل كان متواجد في نهائي الكأس من أيام في مدينة جدة، وواقف على أرض الحدث، حتى حدث لنا نهائي ولا في الأحلام ولا في الخيال، ولا كنا نحلم في يوم من الأيام أنه ربع اللي شفناه في نهائي كأس الملك يكون يعني بالشكل هذا. ذهب بعدها مباشرة إلى اجتماع وزراء العرب في مصر، عاد إلى جدة، يتفقد اليوم البطولة العربية، البطولة الرمضانية، حتى الخيمة أعتقد كان موجود في 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 وقت حنا ما كنا موجودين فيه. فالرجل يعني ما شاء الله تبارك الله ملم في كل شيء، يقف بنفسه على كل شيء، وهذا ما كنا ننادي فيه ونطالب فيه طوال سنوات ماضية. أنت لو تلاحظ، خلينا شفافين، يعني على مستوى أعمال بسيطة، خلينا نتكلم مثلا رئيس بلدية في مناسبة، تحصله هني أحد المسؤولين عنده. اليوم من يقف على رأس الهرم في المجال الرياضي هو يقف بنفسه، وما يقف من أجل فلاشات وتصوير، هناك تقارير، هناك توجيهات، هناك توصيات، فكل اللي احنا قاعدين نشوفه يبشر بمرحلة مختلفة. صحيح أنه الثمان شهور اللي اللي اللي, اللي لازلنا نعيش أصداءها حتى هذه اللحظة يعني أعطتنا أريحية كبيرة جدا بقادم مبشر، ولكن هذا أنا أعتقد أنه مجرد البداية، مجرد الانطلاقة. ثقوا بهذا الرجل وبما يقدمه، القادم بمشيئة الله. اسمح لي طارق بس.